تمام، بدنا نحل اكزامبلز اكثر، بس قبل ما نحل اكزامبل بدنا نلخص الرولز الخاصين بالفريم بشكل سريع. تمام، عندنا 3 رولز. اوكي، الرول الاول اذا كان عندي r زائد 3m، حيث r عدد الرياكشنز السبورت رياكشنز والm هو عدد الممبرز المكونه للفريم، اذا كان يساوي 3j بلس c. تمام، هذا الجزء بيمثل لي عدد المجاهيل، وهذا الجزء بيمثل لي عدد المعادلات. اذا كانوا متساويين اذا الفريم حيكون عندي determinant and stable. اوكي، بس ركز، هاي بدك تشيك انه ما يكون concurrent reaction او parallel reactions. تمام، تاني رول، اذا كان ال r بلس 3m اكبر من عدد المعادلات اللي هو 3j بلس c، ساعتها حيكون indeterminant frame اوكي and stable. تمام اوكي، والdegree of indeterminacy اللي هي بتنقصهم من بعض r زائد 3m minus 3j plus c، بيطلع عندي الديجري اوف انديترمينت. طيب القاعده الثالثه، اذا كان عندي الار بلس 3m اقل من عدد المعادلات اللي هو 3j plus c، ساعتها حيكون الفريم عندي انستابل. تمام اوكي، واتفقنا انه السي اللي هي في حالة كان عندي members connected to interior hinge okay minus 1. يعني لو عندي interior hinge ومتصل فيها 2 members، معناته C شو تساوي؟ 2 ناقص 1 يساوي 1، C تساوي 1. طيب لو كان عندي أكثر من interior hinge، واحدة كان عندي 2 3 4، ساعتها C شو تساوي؟ summation لكل السيات مع بعض. تمام، طيب خلينا ناخد examples عن determinacy للفريمز. أوكي، أمامي فريم مكون من طابقين تو ستوريز، وعندنا 3 سبورتس للفريم عبارة عن فيكست سبورت. تمام، بدنا نوجد أول إشي عدد المجاهيل للفريم عشان نحدد الديترمينانسي للفريم. number of unknowns شو يساوي؟ r زائد 3m، حيث r عدد الرياكشن للسبورت، عندي فيكست سبورت عليها 3 رياكشن fx و fy ومومنت، وهاي نفس الاشي 3 رياكشنز، وهاي برضو نفس الاشي 3 رياكشنز، معناته 3 و 3 و 3 9. r تساوي 9 زائد 3 ضرب عدد الممبرز، خليني احسبهم، هي 1 2 3. حاول يكون طريقة عدك للممبرز منتظمة، أو إنك مثلا تتبع نهج معين. أول إشي مثلا تعد الممبرز الطرفيات، بعدين تعد الممبرز اللي داخل الفريم. يعني خلي إلك نهج عشان ما تتخربط وإنت بتعد بالممبرز للفريمز. تمام، طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 أجزاء، يعني عندي الفريم مكون من 8 ممبرز، يعني M تساوي 8. طيب 9 زائد 3 ضرب 8، 3 ب 8 24 زائد 9 24 و 9 33، يعني عدد المجاهيل اللي عندي بالفريم 33 النون. طب number of equations شو يساوي؟
3J plus C. هل عندنا interior hinges بالفريم؟ لا، معناته C تساوي صفر. طيب عدد الجوينتس كيف بدي أحسبهم؟ خلينا نحسبهم باللون البرتقالي. حكينا عدد الجوينتس هو عبارة عن نقاط التقاء الممبرز مع بعض أو التقاء الممبرز مع السبورتس. طيب نبلش من تحت. هاي عندنا أول جوينت عند السبورت، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8، عندنا 8 جوينت. تمام، 3 ضرب 8 يساوي 24، يعني عندي أنا بالفريم هذا 24 معادلة. طيب عدد الأنونز 33 وعدد المعادلات 24، R زائد 3M أكبر من 3J بلس C. إذا نرجع للرولز، عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات، إذا الفريم indeterminant. تمام، to which degree بنطرحهم 33 ناقص 24 9، معناته indeterminant to 9th degree. طبعا الفريم ستيبل. اوكي، خلينا نشوف another example. اوكي، امامنا الفريم. اول اشي بدنا نشوف عدد المجاهيل اللي هو R plus 3M. عندي هون fixed support عليها 3 reaction، عندي هون bent support عليها 2 reactions. 3 هون و2 هون، معناته R تساوي 5. 5 زائد 3 ضرب عدد الممبرز، خلينا نشوف عدد الممبرز. هاي عندي 1 2 3، عدد الممبرز عندي 3. 5 زائد 3 ضرب 3 يساوي 14. اوكي، نشوف عدد المعادلات. عدد المعادلات عندي القانون 3J بلس C. طيب عندي interior hinges، نعم عندي واحدة هون وواحدة هون. طيب نحسب سي لهاي وسي لهاي. عندي 2 ممبرز متصلات بالانتيريور هنج، سي يساوي عدد الممبرز المتصلات بالانتيريور هنج ناقص 1، معناته سي هون تساوي 1. هون نفس الاشي، عندي 2 ممبرز متصلين بالانتيريور هنج، ماينس 1 يساوي 1، معناته هون سي تساوي 1، سي تساوي 1، معناته C تساوي 1 زائد 1. اوكي، خلينا نحكي هاي C1 للانتيريور هنج الاولى، وهاي C2 للانتيريور هنج الثانية. وC تساوي، يعني C عبارة عن C1 بلس C2. تمام، طلعنا C تساوي 2. طيب عدد الجوينتس خلينا نحسبهم باللون الازرق. عدد الجوينتس هي عبارة عن اي نقطة، نقطة التقاء المنبر مع السبورت أو منبر مع منبر ثاني. خلينا نشوف نحسبهم من اليمين للشمال. هاي أول جوينت 1، ثاني جوينت، ثالث جوينت، رابع جوينت. عندي 4 جوينتس، يعني 3 ضرب 4. 3 ضرب 4 زائد 2، 3 ضرب 4 12 زائد 2 14. لاحظ معي عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات، 14 يساوي 14. إذن الفريم is determinant and stable. إن شاء الله حيكون في فيديوهين حل problems، حل problems بخصوص هذا الموضوع. إن شاء الله حنحل أفكار متنوعة. الفيديوهين القادمات حيكونوا تدريب أكثر على هذا النوع من الأسئلة اللي هي determinancy للفريمز. نشوفكم بالفيديو القادم. كان معكم مهندس إبراهيم عبد الله، ويعطيكم ألف عافية. نشوفكم بالفيديوهات الجايين.